أنا هدير ممدوح ساينتفك وأجندا كوردينيتور. دلوقتي أنا هعرض الخطة بتاعتي اللي كانت مخطط ليها تكون موجودة من بداية أكتوبر لحد نهاية المؤتمر. أول حاجة البلان بتاعتي كانت بتدور حوالين أربع محاور رئيسية. أول حاجة الأبديت بالنسبة لي سواء السبونسرز أو السبيكرز. تاني حاجة الأجندة أبديت. تالت حاجة الزيارات اللي أنا كنت بعملها للدكاترة. أول حاجة اشتغلت عليها إن أنا أجمع كل الأبديتس اللي نزلت سواء على الويب سايت أو اليوتيوب شانل اللي فيها كل المعلومات عن السبيكرز اللي معانا, وكانت في شيت وكل حاجة تخصهم سواء أرسل البايوغرافي أبستراكت عشان خاطر نعرف إيه الحاجات اللي ناقصة ومفروض نكمل شغل عليها. تاني حاجة بالنسبة لي الأجندة كان بيتعمل لها ابديت كل اسبوعين عشان خاطر نعرف ايه الحاجات اللي ايه الدكاتره اللي فاضلين بحيث ان احنا نشوف احنا هنشتغل ازاي. تالت حاجه جمعنا كل المعلومات عن السبونسرز سواء اسماء رؤساء المراكز او وكمان سواء كان اكاديميك سبونسرز او سبونسرز اعلاميين. جمعنا كل المعلومات عنهم في شيت. تالت حاجة الفايل كان بقى الخطة قسمناهم على 15 أسبوع. كل أسبوع كنا بنرسل إيميل. الإيميل فيه فيه بعض جزء من الأبديتس سواء أبديت عن السبيكرز أو أبديت عن السبونسرز أو حاجات خاصة بالقاع والفئات الأودينس اللي معي. تالت حاجة كانت الأهداف بتاعت الخطة وآلية التنفيذ. أول حاجة الأجندة كان الهدف احنا قلنا ان هي كانت بتعمل لها أبديت كل أسبوعين, وكان الهدف منها ان احنا نشوف كام دكتورز ناقصنا وان احنا نشوف يعني نشتغل على الموضوع. تاني حاجة ان احنا بنرسل أبديت للدكاترة, ده بيكون من خلال ايميل. وكان الهدف منه ان احنا نزود يعني نكون يعني نعرف الدكتورز اللي معانا كل الجديد اللي بيحصل معانا في التيم بخصوص المؤتمر, او كمان بنزود الشغف وكمان نحسسه بشغفنا تجاه المؤتمر ويشوف يعني الشغل بتاعنا. وكمان يعني نخلق علاقة ودية وطيدة ما بيننا وما بين الدكتورز. حاجة كانت الزيارات, ودي كانت بتتم عن طريق أول حاجة كان بيتبعت إيميل بيتبعت فيه كل المعلومات الفريق وبيالي مكالمة تليفون, وبعديها بتكون المقابلة. دي كانت بعد كده التحديات اللي واجهتني في أثناء المهمة بتاعتي. زيادة المسؤوليات, لأن طبعا كان في مسؤوليات من أول ما دخلت التيم كتيرة, بس الموضوع زاد قوي وكان محتاج ان هو حكمة في تنسيق الوقت وان انا يعني ما ضيعش حاجة مني وان انا امشي الخطة بتاعتي بشكل منمق اكتر. تاني حاجة دي الوقت والتنظيم ما بين الدراسة وأعمال التيم. تالت حاجة كان تحدي بالنسبة لي إن أنا إزاي إن أنا أخلق علاقة كويسة أو أنقل صورة كويسة عن التيم للدكتورز, سواء دكتور أنا عمري ما قابلته, فأنا كنت بستغرب إزاي هعرف أعمل حاجة زي كده من خلال إيميل ومكالمة تلفون. الحمد لله يعني نجحت في حاجة زي كده. تالت تحدي كان الزيارات, ان انا ازاي انقل صوره جديه وكويسه للدكتورز اللي انا بعمل معاهم مقابلات وبان بشكل فورمال وبشكل جدي. بعدين بالنسبه للانجازات اللي انا عملتها, نجحت الحمد لله بالنسبه للايميلات. بعت 8 في خلال الشهرين اللي فاتوا بعت 8 ايميلات كان فيهم الابديتس بتاعه
الابديت بتاعت الدكاتره والحمد لله يعني عملت علاقه كويسه مع ما بيني وما بين الدكاتره وعملت حوالي 8 مقابلات مع 8 مقابلات مع الدكاتره واغلبهم يعني مش كل الدكاتره كانوا كونفيرم معانا بس حتى اللي كانوا مش كونفيرم يعني حس لمسوا فكره شغفنا جدا بالموضوع وقالوا ان هم هيكونوا معانا في اي ايفنت تاني وبقيه الدكتورز اللي عملت معاهم مقابلات كانوا كونفيرم معانا. بالنسبه للتوكس برضو حاولت ان انا اشتغل على قد ما اقدر على موضوع التوكس والكامبينز. نزلت كامبينز في بيتهري وصيدله وعملت توكس كمان في الكليه بتاعتي. دي كانت الانجازات. بالنسبه للاخفاقات كان في اتاخرت في حوالي مرتين في ارسال الابديت نظرا يعني لضيق الوقت كانت مرتين وبالنسبه للتوكس ما كنتش بقدر اوفق بصراحه ما بين التنقلات وزيارات الدكاتره والدراسه وكمان التوكس يعني فدي يعتبر كانت اقل حاجه انا كنت شغال عليها. بالنسبه للفيوتشر بوينتس الحاجات اللي انا عايزه اعملها في لو كملت في التنصيب بتاع في المهمه اللي انا ماسكاها عايزه احسن من اسلوب الايميل بتاعتي ان هي تكون مور بروفيشنال وكمان وده هيكون ازاي عن طريق يعني سيرش انا هعملها وكمان بمساعده الفاوندر. تاني حاجه ان انا احسن من طريقه شغلي او يعني عن طريق ان انا اكون منظمه اكتر. مهمه تمت الحمد لله بنسبه نجاح يعني وليكن 85% بس عايزه اكون يعني منظمه اكتر من كده واستخدم نظام التدوين. بالنسبه للاحصائيات هو يعني الارقام انا اعتبر ذكرتها قبل كده. هو عملت 9 انترفيوز مع الدكاتره و8 ايميلز وكان معانا 14 دكتور. اول ما مسكت المهمه بتاعتي كانوا كونفيرم بس ما كانتش كل المعلومات كانت موجوده معانا بس يعني في خلال حوالي اسبوعين كان حوالي يعني 12 واحد كان كل المعلومات الحمد لله كانت متوفره. وعملت مرتين ابديت للاجنده وبس هي دي. بالنسبه للنصيحه اللي انا بوجهها يعني بلاش ان انت تكون متخاذل في حاجه يعني المفروض ان هو يعني زي ما بيقولوا كده يعني لو انت مش بتعرف تعوم ارمي نفسك في البحر لان غير كده مش هتعرف تتعلم حاجه يعني فكره انك تفضل واقف على الشط انت حتى مش هتنول فكره يعني ان انت فشلت. فدي كانت كمان حاجه انا كنت بواجهها بخاف ان انا ادخل في حاجه. فهي دي نصيحتي للفولنتيرز اللي معايا. بس